إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وعنكو سوجرني كتابك الرحبية في علم الفرائض، الرحبية في علم الفرائض أيانكو سوجرني وحنسو قرني باب ميراث الجد والإخوة، باب ميراث الجد والإخوة، باب كاس إحديسة أيام كتشرني، باب كاس إحديسة أيام كتشرني. عن سو قارني شتك شرح إحديسة سيب مارديني كان مرة إنيه شتك مركي أويري أن فالواجب له مع ذوي الفروض خير الأمور الثلاثة، هذه أصحاب الفروض لتشوغان وحواجب أصدح أرهمات تي خير بضان إن وحوى يانلسيو، وهو هنا ثلث الباقي. مثال هذا سنقول نحجرني مركز وهو وكزوجة وجد وثلاث إخوة وكالوية سيدة زوجة هدي جوكتا وكالي وأصحاب الفروض كي وحاكا جوكتا زوجة إيا جد إيا صدح والعلا لزوجة زوجة وحاو سوقنا ذا الربع الربع، وهو الربع هنا سهم وسهم سهم قاسو من أربعة أفرح كيدا كهاري. وللجد أووغا وحاوسونا ذي ثلث الباقي انت صهرتي صدح يا سامي وصهرتي ثلث كيد أي أوسونا ذي وصدح يا سامي وصهرتي مثل الصين، وهو سهم وهل سامي. وللإخوة ولا لها وحاوسونا ذي ولا لها الثلاثة صدح ذا سهم عن اللبس سامي مركا مركاس وصدح ولا لها لتشوغان أي زوجته قادت سهمي قيدة صدح ذي الرموت وحا أقير بضان ثلث الباقي مركا أو إن صدح ذا سهمي وصوهر تميد لصيو لابد كرينا ليرا صدح ذو ولا لها قيب صدر محايا لي ولو أخذها الدو قاد لها الجد أووغ السدوس السدوس أخذ وحو قاد لها يوهر لها ثلثي سهم سهمي صدح لوضع لبن ميلو حتى هل سهمي موضع لين سهمي صدح لو قيبي أيو لبن ميلو تري لها هدي ليرا هذا السدوس جميع المال قادو. ولو قاسم الإخوة ولا لها الضو لقيب صلحانا ولا لها الثلاثة يصدح ضاء ولا لها الثلاثة يصدح ضاء حصل له حوص وحصل لها أرباع ثلاثة أرباع سهم ثلاثة أرباع سهم سهم أفر لو قيبي صدح ميرو وربع سهم كمدة أي حتى كنقصام لها سهم موضة هلين سهم أفر لو قيبي صدح ميرو دوهل لها فتنقصه وحي كنقصام المقاسمة لقيب سشدة وحي كنقصام عن ثلث الباقي ثلث الباقي كنقصام وثلث الباقي انتو كيلي لها كيلي ما مقاسمة دي ليرا فوجب له مركا وحا اواجبه ثلث الباقي اواجبه إلا صدح ذا الرماد مد اقيبضان اواجبه هذا لأنه ثلث الباقي خير وأوقير بدين له جدك من المقاسمة لقيب سشدة ومن السدوس سدوسنا وأوقير بدين وطارة مرنا يفرط له واحد لوقة درجة سدس المال مالك سدس كيس مال كورنم أو لسكو دري سدس كيس مع أصحاب الفروض أصحاب الفروض كلا تشيركو ده وذلك مركا سدس كاللوقة درجة إذا كانت المقاسمة القبسة شدوا مركا يهاتو إنو لقا يبسدو تنقصوا متكا نقصامين إذا عني سدس سدس فقط أو كلية ولا تنقصوا أيسا كان نقصامين عن ثلث الباقي ثلث الباقي كان نقصامين لكن وحي كان نقصامين السدس وسدس كان مركز وحي أقبضين يهي ثلث الباقي يهي مقاسمة دفع كزوج سيد الزوج أوكال إيو وأم هايو إيو جد إيو أخوين أصحاب الفروض ما أنت واحد شوك الزوج ونسله إلا فرع وارثة ما تشوكيه إيو أم وسدس له إلا ولا لا تعددها تشوكيه مركا وحال لغول لسين مسألة ده نس هدو سوج كولي يهي نس مخرج كيسوا اثنين ان هويدون سدو سيلي دهي سدوس كان مخرج كيسوا ستة ستة ده يو اثنين كانت تداقل كبحية مركا وحال قادن متكبضان ستة ده لغول لسين مسألة ده
lixa lagu dhisay lix markii lagu dhisay sawjka saddex la siino nis ah umta sudus la siino hal la siin afar qaateen laba sahmiya soo hartay markaan waxa u qeyr badan in la yiraahdo sudus qaado wuxuu ku yiri ka zawjun wa ummin wa jaddin wa akhawayn li zawji an nisu yusunaada wa lil ummi as-sudus yusunaada yafdulu waxa soo haraya thuluthun oo laba sahmiya فإن أخذ الجد جد قدوقة السدوس السدوسك أخذ وحو قادنا يا سهم سهمي قاسو من ستة أسوم لح سهمي كاميدا وإن أخذ لكن قدوقة ثلث الباقي قدوقة أخذ وحو قادنا ثلثي سهمي سهمي ستح لوقي بي لبا ميلادو هيري وإن وكذا سداسو كلا إن قاسم هدو لقا يبصدو الأخوين لبدا ولا لها هدو لقا يبصدو ليرا لقا يبصو وحوين سداسو كلا وحو هيري ثلثي سهمي marka waa isla egihiin maanta muqaasamada iyo waxa weeyaan thuluthul baaqiga laakin sudus jamee al maal yaa waqay badan oo ka badan illa hal sahmi yu helaa fal muqaasamatu la qaybsa shadi tanqusu hujjatki waxay ka nuqsaameen xani sudus sudus faqad oo kaliya fayufradu lahu waxa loo qadarin as sudus sudus wa yafdur waxa soo harin lil akhawayn labada walaalaha sudusuna soo harin yuqsam baynama dhaxdooda loo qaybin وكبنتين ولبا قبدود او كلا يو زوجتين زوجو يو وجدين يو اخي بنتين وزوجتين لبا اصحاب الفروض كجوغا بنتين هديهن ست ثلثان الين وتسوغات لبا قبدود ميدكي دلاي زوجنا مرضي فرع وارثو جوغو وحي ليدهي وحا ويان ثمن اي ليده ماركا ثلثان كايليهن بنتان كمخرج يسو ثلاث وكبحا زوجد ثمن كيراده ان الثمانيه كبحا ثمانيه يوثل يو ثلاثنا تباينا كدخيه مساله waxaa lagu dhisin 24 marka oo waxaa lagu dhifan 38 lagu dhifan 38 waa 24 afar iyo 24 kaas thuluthan waxaa waa 16 bintaanka la siin in zawjadana thuluth thumna ilaabahay thumku waa 3/3 la siin waxaa soo harin shan sahmi chetka maanta hadii la la qaybso waxa weeyaan hatta sudu selima thuluth albaqi hadii la raado qaadana ayadana sudus wax ka yar u hela maanta suduska u qaybana suduska la seen suduskuna waa afar hal xaba uga soo hare waxa weeyaan walaalka markaas wuxuu ku yiri kabintayni wa zawjatin wa jaddin wa akhin yufrad waxa loo qadarin lahu lil jaddi jidka fiha mas'alada asbixda asudus aydan qashay laana suduska khayrul umur arimaha u qaybadan thalath sadaxda وأشار بقوله نادم كقول كيس وكو إشارة أو يري وليس ما هنجدك نازلا متكدق يحن سدسك بحال مرنبة إلى أن الجد جدك سمع الإخوة ولا لها لجرة لا ينقص إن كان نقصام عن سدس سدسك بالإجماع مرنبة هم تدا دان أوليح لو قيبي وحكير قادمة أو سدس مرنبة هوس وغدعمة فلو لم يفضل حدوس هديسن كسو هارين انا اصحاب الفروض اصحاب الفروض الا سدس سدس ما هن فقط او كليه واح كلي هديسن سو هارين اي سدس كليه سو هارو جد يا اخوانا ماشي جوغان مثلا ويقول لك ام سيده هو او كلي اي وزوج زوج اي وجد اي واخ ما انت واحد جوغان ماشي وا ام ولا لا تعددين ما جوغان هل ولا لا جوغ ثلثي لهذا الا فرع وارث ما جوغ ولا لا تعددين ما جوغان ان زوج كنا فرع وارثه توسن جوجن نسوليه marka waxaa tirada niska makhrajkiisu waa 2 thuluth kana makhrajkiisu waa 3 2 iyo 3 waxa ka dhaxeeya tabaayun 2 3 ku dhifo waa 6 6 ku dhis marka asalka mas'alada marka 6 ku dhisto zawjku nisuliyaha 3 si hooyaduna thuluth ay leedahay 6 waxa thuluth u ah 2 ee 2 si hal sahmiya soo haray oo sudus ah هل سدس كليا سوهاري او وغالا سين ولا كان اسكت قاللي ساس درت و خوري فلو لم يفضل حديثا كسوهاري عن اصحاب الفروض اصحاب الفروض كان لا سدس سدس مويه فقط كليا وذلك مثال كام وهو كلي اي وزوج زوج او كلي اي وجد او او كلي اي واخ ولال او كلي تاسو كلي وي iyo wakabintayni mathal kalu keenay kabintayni laba gabdhooda meed ku dhalay iyo wa ummin hooyo iyo wajadin iyo wa ikhwatin walaalo kayfa kanu siday ahaadaanba kabintayni dabintayni waxay leedeen thuluthaan ay leeyeen umna maanta farc waaritha joogay sudus ay leedah marka sudus makhrajis waa 6 bintayn ka thuluthaan ay leeyeen makhrajis waa 3
ثلاثة يسيت تداخل كده حياة مت كبران قادو ستة كل اسم سنة مركز ستة كل ستة ستة واحد ثلثان وأفر سيل بدأ قبله وحاوه إن سدو صويا ده هل ويسي هل سدو صاهرة كت كلا سين خود الواسم رأي سأصدر تدوك كوري فلو لم يفضل هذا يسنك صاهرة أنا أصحاب الفروض أصحاب الفروض إلا سدو سماهن فقط أو كلية كأم وزوج وجد وأخ أو كلا وكبنتين وأم وجد أو كلا يا وإخوة كيف كانوا سأل سيد هذا الفروض وحال لو قدر للجد أو وجا السدوس سدوس لو قدر وسقط الأخ ولا الكون وارديعن وإسكبيعن ولا الكون أو الإخوة أما ولا لها بدن هل ولا لدو يهين وارديعن ولا لبدن هيدين وارديعن هل سدوس مدام أو صاهري سدوس كاس وحال إسكسين جدك وكذلك سيدا سوكل لو كان هدو هذا الفاضل كان صاهري من الفروض فرضيالك كصهري أقل وحكيا من سدوس المال مالك سدوس كي سدو كيري هاي هدو مالك سدوس كيري هاي لو ذا استواب كيد وحوين فريضة للجد في الحالين السدوس جد كفرض أي وحلو قدرين سدوس أي لو قدرين وي هدي وح سدوس كيير أصحى الفروض كي كصهران هون سدوس ما يسان دمين أصحى أصحى الفروض كالو قدرين سدوس إنو ليه هلو قدرين ولا لها الماشا ولا كساري مركز وحو كويدو وكذلك سداس وكالي لو كان هدو أهالها الفاضل كان كسوهري من الفروض فرديالك أقل ميت كير هدو أهالها من سدوس المال مالك سدوس كيس وذلك مثال كيغو سدوس وحي كير صوهرين كزوج زوج إيو بنتين لبا قبل الله ميت كولالي إيو جدن إيو إخواتين أوكالوان مركز إنا أرقناوه سدوس وحي كيرون صوهرين زوج وحو لي روح إلا وحي تشوغ فرع وارثه بنتين ثلثان إليه إلا والا بقى بلوضا ميت كود عليه مركا بنتين كثلثان إليه ثلاثة وين مخرج كيدو زوج كنا روح إليه مخرج سوى أربعة أربعة إيا ثلاثة إسكوفير إلا مدى أسعد فرضا كجرته لماذا فرض محا كرد حياة إسكوفير تباينا كرد حياة إسكود فو مركا صدح أفر كود فو صدح أفر كود فتوى اللبية الطبع اللبية الطبع مكا تكود لستو مسألة ذا وحتى هذا مركز زوج وحولية ربع لبيه تمر ربع محاوة صدح أوى صدح سي زوجك مركز زوجك صدح سيده سجالك وصهرتي وحتى هذا بنتانك ثلثان إليه هنا محاث ثلثان أوى لبيه طبعا سديد أوى سديد سي هل أصهري حتى سدس ماذا ما سدس بركيس مركز صهريته وحولين جدك سدس لو قدرين مجال مسألة أنا ماشى مقدسنا الله بيو طبعا والله عورنا صدق طبعاً الله قديم سداس الله قيبي إخواننا وداعيا مركوا سدوس كليه هدو صهره أو أما سلم يفضل هدو صهر شيء وحبا سدوس هدو صهره مسألة دي هراء هذا أبو الله سين سدوس كير هدو صهرنا واتنا هذا أن جوجنا سومي ثارني وزوج بنتني جدوي يا إخوة زوج سدوس وحير صهره سدوس بركيس صهره markaas oo kale to awu wasudusanta loo qadara misalada la cawri aw lam yafdul shay hada waxba soo harimba oo asan furud ku ay dhamaystaan kabintayni wazawjin wa ummin wa jaddin wa ikhwatin wa kale way bintayni laba gabdhood oo bayd ku dhalay sulsaan ilay wazawjin sawt kuna wuxuu leeyahay ruba illa far' waritha joge wa ummin hooyaduna sudusayneeda illa far' waritha joge wa jaddin awu iyo ikhwatin walaalo فريد للجد جدك وحال لو قدر في الحالين لبدا حالبا اسدوس لبدا حاله وحين حالتي او صاهري وح كير سدوس وا مركه اي جوجين وحا وين زوج يا بنتين يا جد يا اخوه ايو حالته لبدا وحبوا صاهرين با وا مركه اي جوجان بنتين يا زوج يا ام يا جد وانا ان المثال انه تصارينه انه وحبوا صاهرين بنتين وحا لين ثلثان الحمد لله بنتين وحا لين ثلثان ان زوج كنا وحولي هي ربع الا فرع وارثه جوجي امنا وحي لهدهي سدس الا فرع وارثه يا وليبا ولا لا تعددوا وا جوغانه مره وحا لهد بنتين ثلثان الى ثلثان مخرج سوى ثلاثه زوج وحولي هي ان ربع ربعنا مخرج سوى اربعه ان امنا وحي لهدهي سدس أي إلى ضهاي سدس المخرج كسوة ستة وستة ستة هي ثلاثة تداخل على كل حياة إيه ستة قاضو ستة أضاقة تبعت وهو يدا مق سهم يدو كسر بحياة ستة هي محاكاة حياة ده
أربعة أو مخرج وكسر بحي أربعة وعكر حي توافق بالنس أنصاف تيسكو وافق سينه ترونا نس إلى ذا ترونا نس ميت نس كيت كان كلا كل فو ستة نس كيت أو صدحة أربعة كل فو كاملة وحويا والله بيت طبعا حتى أربعة نس كيت والله بس لح كل فتان والله بيت طبعا كي والله بيت طبعا ما كلا إلى ذا بنتين كوا حيليهين ثلثان وسديد أفرا صهرتا زوج كنا وحولي هاي ربع وصدح سي ان وحا صهر هاي هل سهمي هل سهمي سوتو سيلا دا لبا سهمي ربطا ايدي يبع كدمين اسكت دا جد انتان لقاري مارك وحوه صوما حري ايدي يبع كدمين مسألة دا والا عولين مارك شن يطبان الله عولين ومالك شن يطبان الله اسي وغوكو يري فوري دوالو قدري للجد جد كفي الحالين لبا دا حالو حالات دا هوري oo suudus wax ka yar u soo hareen oo asxaab furti ka soo hareen iyo xaaladan dambe oo waxba soo hareen oo ayagii wax ka sii dhimay yihiin asudus suudus la qadari wa taqulu alula masalada hore waa awl min bi tamami suudus si suuduska loo dhameystiro ilaa suudus wax ka yar soo hareen wa yuzadu wala siyadin fi awl thani tmid labaad awlkeeda illa asxaab furti ay ba kan dhin ka kala dhimanaato hooyadaaba in loo awla ay waajib ahayd awlkii la si siyadin shaytoona la gaarsiin ولا يسقط الجد أوجو مرضعه مركا ولا يسقط مرضعه الجد أوجو ولا ينقص كمان النقصانه عن سدوس سدوس بغير عول أو لأن بحال سنبا وتسقط الإخوة ولا نون ويسكد عيا قال الناظم ناظم كي وحو يري قال الناظم ناظم كي وحو يري الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي ويه ناظم كيسكله أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي وهو يري وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها وهو جدك مع الإناث كودد لتلك حال وهذا مثل أخ ولا الأوكلويه عند القسم قيبت أكتيدا أي ولا لمدي هاي في سهمه سهمي سو كل مديا هي والحكم حكم كل مديا هي الا مع الام هويده لجيركيده حال ويهي ما هنه ولا مد ما مركاس فلا يحجبها هويده ما حجابه بل اسك بدايه ثلث المال مالك ثلث كيس لها هويده اسناده يصحبها حاله ولا صاحبايو وهو جدكي مع الاناث كوده دي لجيركوده حالته او اهادي مثل اخ ولا او كره ويهي عند القسم قيبت أكتيدو كل مدية هاي في سهمي نصيبك أو قادنا أي أوو أي ولال كل مدية هاي والحكم حكم كان وكل مد إلا مع الأمي هو يدا لجير كذا حالد ويهي أوو ما هني فلا يح والله مد ما هم مركز أخ فلا يحجبها هو يدا محي تشابيو بل إسك أوو بل أو كمحي تشابي كرثلث بل إسك بداية ثلث المال مالك ثلث كيس لها وهو أصق ناضي هو يدا يصحبها حالة وجد كل صاحبة حالة جد كل جوغو أيضو ثلث المال أي إلاذا هاي هل كان وقا حط ليا سبح مسألة مهمة جدك مركة أولا جوغو قبطة ولاشة أو أختار أولا جوغو لبحقون ولالكو كلمدي لبحقون ولالكو كلمدي وقو يري وهو جدك مع الإناث حالات دقوية هاي وددك لتشوغو قبل لتشوغو مثل أقن ولالو كلاوية عند القسم قيب تأكتيدة في سهمي النسيب كيسو كلامي أو ولال قبر ولال أه إيوه ويل ولال كيدا مكي وحلوه قيبين أيوه أي عصبا نما وحو قيب سنيان لذكري مثل حذلو ثييني أقيب سنان لذكري مثل حذلو ثييني أي أقيب سنان سداسي أقيب سنان مالك awooga markuu gabadha la joogo waxa soo kale qaybta walaalo lamid yahayo wiil intuu qaadi jiro kalu qaadana oo lida kari mithl hadil un fayayn ayuu la qaybsana sanadaas waa kala mid oo fi sahmi waa kala mid wal hukm hukm kana waa kala mid hukm kana maxaa loo jeeda gabadha haday kaliye tahay faradkay kamid laakin wiil markuu la joogo walaalkeedo la dhashay wiil walaalkeedo la dhashay markuu la joogo waa casabeya waa casabeya marka awowguna markuu la joogo sidaas oo kale weeyo waa casabeyna fi xubmiin waasaas labadaas misal waa kala mid inuu casabeeyo gabadhii iyo inuu wiil intuu qaadan jiray qaato laba gabdhood dheeftood uu qaatay
labadaas xugun waa kala mid. Xugun uusan kala mid ahayn uu sheegay. Wuxuu yahay xugunkaasu haddii gabar iyo wiil wada dhashay ay hooyo wax la dhaxlayaan, hooyadu markaas thuluth waa laga xijaabaa oo xajmu nuqsaana ku dhaca, sudusay qaadataa. Maxaa yeelay walaalo taxduudaa meeshii jooga. Laakiin haddii jed iyo ukhta ay joogaan, la dhihi maaha awowgaana walaalku xugunahoo walaalo taxduuday jooga la dhihi maaha. Maxaa yeelay walaalo taxduuday ma joogaan, awowe iyo hal gabaraa joogta, walaalihii hal gabaraa ka joogta. Marka haddii wiil iyo gabar joogaan, hooyada waa laga xijaabaa thuluthka, waa laga xijaabaa hooyada thuluthka. Laakiin haddii awowe iyo gabar ay joogaan, lagama xijaabo hooyo thuluthka, thuluthkeeday qaadataa, hooyo kama xijaabi karo. Masaladaas walaal kula mid maaha. Intaas weye baabka. Markaas wuxuu ku yidhi wahwa jadkii maca alinaafi kuwii dhadigala jirkooda xaaladda uu ahaaday mithlu aqin walaalu lamid yahay cinda alqasmi qaybta agteeda fii sahmi sahmigiisa waa kula mid oo walaal intuu qaatu qaada lidakari mithlu xadil unthiyeyn uu gabadha wax ula qaadan waalxugmi xugunkana waa kula mid oo wiilka walaalka oo gabadha markuu la joogo gabadha ahlu farad ma noqotee waa casabeeya sidaasoo kale jidkuna u casabayna taasna walaalka ayuu kula mid yahay ilaa maca alummi hooyadeeda jirkeeda xaaladda uu ahaaday jidku maahane xaaladdaas la mid maaha ah falaa yaxjubu jadkii kama xijaabaya ha hooyada ani thuluthi kama xijaabaya macnaha bal iska badaaya thuluthu lmaali maalka thuluthiisa lahaa u sugnaaday hooyada yasxabuhaa jadkii xaalu la saaxibaya xaaladda uu la joogo jadku waxa weeyaan oo hal gabar iyo hal jad uu la joogo waxa weeye waxay qaadaan thuluthu lmaal. Qaala maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini wuxuu yidhi aqulu waxaan leeyahay aljaddu awow maca alakhawaati gabdhihii walaalaha la jirkooda xaaladda u ahaaday cindal muqaasamati la qaybsashada agteeda mithlu akhin walaalu lamid yahy halkuu kala mid yahay la qaybsashada oo lidakari mithlu xadil unthayeyni ayuu qaadan wuxuu kaloo kula mid yahay fii tacsiibihi jadka casabayntiisa al akhawaati gabdhihii walaalaha uu casabaynayo fayucasibu jadkii waa casabaynaa al akhawaati gabdhaha walaalaha sawaa-un waa isku mid kunna walaalahaas inay ahaadaan liabaweyni kuwa aabbii hooyo u sugnaaday ow liabin ama kuwa aabba u sugnaaday la kulli waa casabayna waa limusaawaatihi jadka la sinaashadiisa lahunna gabdhaha uu la sinan yahay fil idlaa'i soo dhawaanshuhu kula sinan yahay bilabi aabbe lagu soo dhawaado gabdhahan meydka amaha ku aabbii hooyo ahaadeen amaha ku aabba ahaadeene asaga waa u sinan yihiin uma kala sokan ilaa labadaba waxaa dhalay wiilkiisiya dhalay jadkan wiilkiisiiyaa dhalay isagoo ma kala sokeeyaan marka labadaba wuu casabayna isagu faida btabta alxaalu marka xaalku hadduu keeno almuqaasamata ila jadku marna inuu la qaybsanayay walaalahan wax soo ogaanay marna isaga waxa weyaan thuluthu jamiic ilmaal la siinayay marna la siinayay thuluthu lbaaqi marka faida btabta alxaalu xaalku hadduu keeno almuqaasamata la qaybsasho akhada aljaddu jadku wuxuu qaadanaa mithla xadil unthayeyni laba dhadig dheeftoodoo kale kal aqis walaalkii xaalu la mid yahay fayakunu lahu waxaa u sugnaanaa jadka sahmulakhi walaalka nasiibkiisii wa xukmuhu jadka xukunkiisuna ka xukmihi walaalka xukunkiisoo kale weeye fii kownihi jadka ahaanshadiisa ayuu walaalka kula mid yahay fii kownihi kowni ljad jadka ahaanshadiisa ayuu walaal kula mid yahay yucasibu mid casabaynaya uu yahay alukhta walaasha iyo fa aktar wax ka badan hal gabar iyo wixii ka badan wixii la jooga wuu casabaynaa halkaas wiilu kula mid yahay wayasqutu waana dhacayaa farduha gabadha faradkeeda iyo iyadoo jad la joogta farad qaadame ilaa idaa kaana inuu ahaado maahane meeluusan marka kala mid ahay inuu sheega markuu laba meelood uu kala mid yahay sheegay inuu wiil intuu qaadan jiray qaadan iyo inuu sidii wiilku u casaban jiray u casabayn labadaas markuu sheegay wuxuu sheegin xugun uusan kala mid ahayn ilaa idaa kaana markuu ahdo mahane macal jadde wowga la jirkiisa ummun hooyo iyo wa uktun gabar walaal ah ummun wa uktun halkaas haddii wiil joogi lahaa oo ay noqon lahaayeen wiil oo akh iyo ukhta iyo um hooyada sidusaa la geyna la walaalo tacduudaya joogay laakiin jadka markuu joogo saas maaha wuxuu yidhi fa innahu jadkii wa in kaana walow kaana jadku haba ahaado mithla alakhi walaal oo kale fii tacsiibihi casabayntiisa jadka ha kula mid noqdo alukhta uu casabaynaa wa fii muqaasamatii la qaybsashadiisana ha kula mid noqdo iyaha gabadha uu la qaybsanawa laakiin falaysa jadkii ma ahan mithla alakhi walaal oo kale fii xajbihi xijaabidiisa walaalka xijaabidiisa
walaalka xijaabidiisa macal ukhti gabadha walaasha la jirkeeda uu xijaabayo lil ummi hooyada haddii wiil walaalow gabar la jiro lil ummi hooyada xijaabku xijaabayo awoogu kala mid maaha oo mina thuluthi thuluthka ay ka xijaabayeen wiilka iyo gabadhu ila sudusi sudus ay xijaabayeen xijaabidda uu akhu marku ukhtada la jiro uu hooyada ka xijaabayo thuluthka oo suduska geynayo jadku kala mid maaha bal iskaba daaya aljadku awoogu jadkaasoo macal ukhti gabar la jiro laa yaxjubu ma xijaabi karo al-umma hooyada ma xijaabi karo isagu falahaa hooyo waxa u sugnaaday macahu macal jaddi jadka la jirkiisa ee thuluthu thuluth kaamilan xaliya mid dhammaystira waalbaaqi inta soo hartana bayna jaddi awowga iyo walukhti gabadha ayay u dhexeeya muqaasamatan isla qaybsasho lilukhti walaasha waxa u sugnaanaa nisfu maa liljaddi awowga waxa u sugnaaday barkiis wa tulaqabu waxaana lagu naynaasaa haadihi suuratu suuraddan oo ah jad ukhta iyo jad ukhta saddexdaas qof markay wax dhexlayaan bilkharqaa alira magaceeda maynaastaasay leeda bilkharqaa maxaa loogu baxshay qaala alcallaamatu albaqari wuxuu leeyahay luqibat waa lagu naynaasay bidaalika magacaas litakharuqi aqwaali saxaaba saxaabada aqwaashooda isdildilaacinta ay isdildilaaciyeen fiha masalada dhexdeeda oo amase lianna alaqaawiila hadallada kharaqadha way dilaaciday masaladan likathratiha hadallada tiradooda eeda looga hadlo saxaabada uga hadle wahaakada walxukmu xukunku haakada sidaasoo kale u ahaaday fii zawjatin zawjo iyo wa ummin hooyo iyo wa jaddin awowe iyo wa ukhtin gabar walaal ah lil ummi hooyada waxaa usugnaada fiya masalada dhexdeeda athuluthu thuluthu ay leedahay ila walaalo taxaduday ma jooga farac waarithana ma jooge kaamilan xaaliya mid dhammaystiran weli zawjat waxa u sugnaaday arrubucu ilaa farac waaritha ma jooge walbaaqi inta soo hartay baynaljad walukhti ayay ahaanayan calaa thalaathatin saddexay loogu qaybin lahu jadka waxa u sugnaaday sahmaani laba saami walaha iyadana waxa u sugnaaday saamin hal saami qaala wuxuu yidhi abu cabdillaahi maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu xusayn alraxbi wuxuu yidhi waxsub bani labi maca alacdaadi warfud bani lummi maca alajdaadi waxkum cala alikhwati bacda alcaddi xukmaka fiihim cinda faqdi aljaddi waxsub xisaabi uu yidhi bani labi caruurta meydka ku aabbaha ah maca alacdaadi tirayaalka la jirkooda warfud tuur bani lummi caruurta meydka ku hooyadaa maca alajdaadi awowyaalka la jirkooda waxkum ku xukmi cala alikhwati waxa weeyaan caruurta walaalaha ah bacda alcadi tiradii ka gadaal xukmaka xukunkaagii ku xukmi fiihim dhexdooda kuugu xukun ah cinda faqdi aljaddi awowga weyntiisa agteeda waxsub xisaabi bani labi meydka caruurta ku aabbaha maca alacdaadi tirayaalka la jirkooda warfud tuur bani lummi meydka caruurta ku hooyada maca alajdaadi awowyaalka la jirkooda waxkum ku xukmi cala alikhwati walaalihii bacda alcaddi tiradii ka gadaal xukmaka xukunkaaga fiihim dhexdooda kuugu xukun ah cinda faqdi aljaddi awowga weyntiisa agteeda halkan wuxuu uga hadlay masale cajiib badan oo aad u cajiib badan masaa'ilka horoon ka soo hadlayna waxay ahayd jadkii waxaa la joogay ikhwa ashiqa ah huwa meydka ku aabbiya hooya ama waxaa la joogay kuwa ku aabba meeshan waxaa looga hadlayaa maanta waxaa jooga kuwa ku aabbiya hooyaa meydka iyo kuwa ku aabba iyo jidkiya jooga see la yeeli wuxuu ku leeyahay marka la tirinaayo oo la leeyahay meydka yaa wax la qaybsan kuwa ku aabbaha meydka tirada ku soo da oo kuwa ku aabbiya hooyada iyo kuwa ku aabbaha oo dhan waa isku darin markaasaa leedahay intaasoo qofaa jidkii la jirta jidka intaasaa wax la qaybsan waa masalada koowaad. intaas wuxuu uga hadlay waxsub xisaabi bani labi waxaa banidaas loolama jeedo wiilasha meyd ku aabbada kaliya caruurta awlaadu labiya loola jeeda meydka caruurta ku aabbadaha loola jeeda ama gabdha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen bani labi tiri maca alacdaadi tiriyaalka la jirkooda oo dhihi maydid haddee kuwa ku aabbiya hooyaa joogaana kuwan ku aabbada wax dhaxli maayaane waxaa loo tirina hadhihin tiri oo meydka markii awowe lala xisaabtamayo kuwaas tirada ku soo dar. taas waa intaas uga hadlay beytka qaybtiisa dambe wuxuu uga hadlay
meydka caruurta ku hooyada oon ku aabaha ahayn oo waladul umka la yidhaahdo, kuwaas waxba meesha uma yaalin, jadku waa xijaab. Kuwaas kuma jiraan kuwa laleeyahay jad maca alikhwa, kuma jiraan ikhwada oo meydka ku hooyada ah oo waladul umka ah, kuwaas kuma jiraan meesha. Taas wuxuu ku yidhi war futuur bani lummi, meydka caruurta ku hooyada, benidan waxaa loo jeedaa owlaad maanta, ee wiilal kaliya looma jeedo. Caruurta meydka ku hooyada tuur maca alajdaadi awoyaala jirkooda, awow isagaa xijaabin. Waana soo marnay masaladaas inuu xijaabayo, waa soo marnay. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد ففهم حرقت يا ديان قصمر كوس ما اهن اخوذا وحلال حشا وو بيت كان دمبي وهو غادل وهو يري marka koobaad oo xisaabayda marka tiraahdo ikhwada li abka iyo kuwa ashiqada ah marka meedka u tirido oo ku xisaabido jadka ikhwada meedka ku aabiyo hooyada iyo kuwa ku aabaha marka jadka ku xisaabido oo jidka ay wax la qaybsadaan oo jidku wixii saqaato inta soo hartay marka la qaybsana ha u qaybin, maxaa yeelay bahubah ma dhaxasho oo iyadoo wiil shaqiiquhu joogo caruur liabina wax ma qaato. Wax oo liabin ay wax ku heli karaan waxaa laga arkaa ashiqada meesha jooga inay ukhta shaqiiqa tahay oo markay nasiibkeedii qaadato wax ka soo hara. saa darteeda markii jadku wixii saqaato aada waxaad ku xisaabinee sidii markaan jad joogin ikhwada loo xisaabi jiray. Ikhwada markii waxa weeyaan aan jad joogin, haddii wiil shaqiiquhu joogo ha yaraado ha badnaataal wiil, toban wiil, wiil iyo gabdho, marba wiil shaqiiqu hadduu joogo liabin waxba uma yaalin haya, waxba ma dhaxlaan. Haddana sidii aad leedo, markii awow wixii uu qaato marka horenta ku wada tirido, markii awow wixii qaato hantida soo harta oo kuwaan lagu wada xisaabiyey waxaa leedahay liabi waxba uma yaalin. Marba haddii wiil shaqiiqu joogo ha qaateen ashaqado, wiilkaas ha badnaado gabdha hala joogin iyo la joogo. Haddaan wiil shaqiiquhu joogin, waxaa la dhihi jiray markaan jad joogin haddii laba gabdhood oo shaqiiqataanu ay joogaan fulusaanaylay wixii ka soo haraa u gudbi kara liabka. Haddana sideed hadday laba gabdhood joogaan fulusaankooda u raadi, mana dhici kartay wax ka soo haraanba ila jada wax qaatay. Haddii hal gabar oo shaqiiqadu joogtana waxaa la dhihi jiray nisayla, niska markay qaadato wixii ka soo haraa liabin loo gudbi jiray, ay qaadan jireen ilaa iyaga ku xigee oo casaba ku xigee. Haddana sidii aa leeda, markii jeedku wixii saqaato hantida soo harta, haddii hal gabar oo shaqadu joogto nisaad ka siin, maalkoo dhan barkiisaad ka siin, haddii wax ka soo haraa markaasaa liabin kala siin. Calaa kulli xaal, markaad awowaha marka horeed ku wada xisaabi labada, kuwa ku aabiyo hooyada, kuwa ku aabaha, markii jadku wixii saqaato inta soo harta walaalaha waxaad ka dhigtaa sidii iyagoo jad meesha la joogin, siday isku xijaabi jireen iyo siday u kala horreyn jireen ugu kala hormar. Markaas wuxuu ku yidhi waxkum ku xugmi cala alikhwati walaalaha bacda alcaddi, tiradii ka gadaal markii awowga lagu tiriyey ka gadaal, xukumaka xukunkaaga fiim dhexdood kuugu xuguna inda faqdi aljaddi, awowga marka la waayo agtiisa. Aqulu waxaan leeyahay yuri jamiicu maa shay dhammaantii istaqadama soo hormaray fiimaa idaa kaana markuu aado ayay ahee maca aljaddi, awowga la jirkiisa waladun caruur, caruurkao liabi weyni aabihi hooyo usugnaaday markuu la joogo, ow amase waladun caruur, caruurkaasoo liabin usugnaaday, taasay ahayd wixii soo hormaray. Wadakara wuxuu ku sheegay naadimku fii haadayni albeytayni labadan beyd xukma maa idaa kaana hadday ahaadaan maca aljaddi, awowga la jirkiisa awlaadun caruur, caruurtaasoo liaba weyni meydka ku aabiyo hooya, owl iyo wa owlaadun caruur, caruurtaasoo liabin aaba usugnaatay jamiican xalay dhan yihiin, sawaa-un waa isku mid kaana macahum la jirkooda inuu ahaaday saaxibu fardin, saaxibul farad oo qof farad leh, ow lam yakun inuusan ahaanin macahum la jirkooda saaxibu fardin qof farad leh, faxsub xisaabi cala aljaddi, awowga banil abi caruurta meydka ku aabaha ku xisaabi maca banil abaweyni kuwa ku aabiyo hooyada la jirkooda ku xisaabi, wacuddahum tiri kuwaan ku aabaha alaljadda awowga ku tiri, ka'annahum waxaad u tiridaa ikhwada kullahum dhammaantood sinfun waaxidun hal nuuc inay yihiin oo kale u tiri, kuwa ku aabada hooyada iyo kuwa ku aabaha. Walmuraadu ujeedada biqowlihi, naadimka qowlkiisa ula jeedo bani labi markuu leeyahay owlaadu labi wey caruurta meydka ku aabaha mutlaqan kala qaadlaan dukuuran rag kaanu ahaadeena aw inaathan ama dadig ahaadeena wa kadaa, sidaas oo kale banu lummi markuu leeyahay
sidaas loola jeeda caruurta meedka ku hooyada loola jeeda thumma idha akhadha aljaddu jaddku markuu qaato xadahu nasiibkiisa fahkum ku xukmi cala alikhwati walaalaha bacda dalika intaas ka gadaal xukmaka xukunkaaga fiihim dhexdooda ku xukun ah cinda faqdi aljaddi awow marka la waayo xukunkii aad ku xukmin aad ku xukmi oo xukunkaas hadda waa la yaqaana fayuxjabu waa la xijaaba banul abi caruurta meydka ku aabbaha ah bishaqiiqi wiil meydka ku aabbiyo hooyo haddii la helo awil ashaqaa ama wiilal badan ku aabbiyo hooyo haddii la helo ma arba har wiil la joogo ama gabdhaha la joogana iyo la joogin wiil shaqiiq hadduu joogo asal waxa weyn wiil la abin ah wax ma dhaxlo marka marka hore awooga waa ku xisaabinay markay awooga fogeeyaanoo hanti badan ka soo dhiciyaan wixii sii nasiib u lahaa uu qaato oo uu xagga ka baxo ayaa markaas waxaad fiirina walaalaha haddiiba wiil shaqiiqu ku jiro lamin waa lxijaab hadduusan ku jirin ay gabdho kale yihiinna hadday laba iyo wax ka badan yihiin thuluthaan aad siin maalkoo dhan thuluthaankiis maalkoo dhan thuluthaankiisna kama badanaayo qaybta ay soo heleen haddii jadi wax qaatay kama badanaayo hadday hal gabara tahayo shaqiiqad ahna maalkoo dhan berkiis aad siin haddii markaas waa dhici kartaa inay wax ka soo haraan hadday wax ka soo haraanna awalba waxaa qaadan jiray casabada ugu dhow casabada ugu dhowna waa laminka laamin wiilka ah weeye marka waa sidaas falaa shay-a shay uma sugnaanu ku yidhi haddiiba wiil shaqiiquu joogo liowlaadi labi caruurta meydka ku aabbaha waxba uma sugnaa ilaa idaa kaana keliya waxay wax ku heli karaan haddii laba gabdhooda xataa shaqiiqataana joogaan jedka la jirkiisa liabin waxba uma helaayo maxaa yeele maalka awoogu markuu wax qaato soo haray ka badnaa maa nasiibkay lahaayeen keliya hal mar aa liabinkaas wax heli karaan ilaa idaa kaana markuu ahaado markuu ka sugnaado maahane min waladil abaweyn cariirta meydka ku aabiyo hooyaa shaqiiqatun gabar meydka ku aabiyo hooyaa waaxidatun oo keligeeda wafadula uuna ka soo haro can nisfa niskeedii shay un wax fa huwa waxa soo haray liwaladil abi usugnaaday halkaas maray wax heli karaan inta kale awooga unbay la riixayaan maahane ayagu wax heli maaya mihaalada aadka ugu sii cadaan mihaaluhu mihaalkiisii wuxuu ku yidhi jaddun awowe wa akhun shaqiiqun iyo walaal meydka ku aabiyo hooyaa wa akhun liabin iyo walaal meydka ku aaba masaladaasoo kale maxaa leeda marka ugu horeyda wa adigii soo maray haddaan asxaabulfarad joogin awowga labatii u qayr badan u qaataa maalkoo dhan thuludkiis inuu qaato thulud kaamila iyo muqaasama maanta waxa weeyaan laba akha la jirta akh shaqiiqa iyo akh liabin waana lagu xisaabin waxaad leedahay marka laba akh hadday la jirto labadii waa u sinsinan yihiin haddii la yidhahdo thulud hala siiyana maalkaas saddex dhoor meel la siin haddii la yidhaho waxa la qaybsadana labada wiil iyo asaga waa saddexay noqonayaan saddexa maalka loo qaybin kaasaa meel la siin waa isku mid wuxuu ku yidhi yastawi waxa u simaan liljadi awowga fiiha masaladaas dhexdeeda almuqaasamatu la qaybsasho iyo wa thuluthu thuluth falahu thuluth ayaa usugnaaday thuluthi maxaa soo haray thuluthaan mar haddii thuluthaan soo haray awowa la fogeeyey waxaad leedahay bis awowa hadduusan joogin horta masalada maxaa la dhihi lahaa thuluthaankaanuna meesha joogo haddii akh shaqiiqoo joogo akh liqaami waxba ma qaato casabadu siday u kala horeeyeen waxay ahayd akh shaqiiqaa horreeyey waa soo ogaata ilaa quwatulqaraaba uga xoog badan yahay khalaas thuluthaankan akha shaqiiqaha qaadan akha liabin waxaa laleeyay maalka ay la soo dhicisaye waa mahasanta or iskata saasaa laleeyay wuxuu yidhi walbaaqi inta soo hartay lishaqiiqii usugnaatay wayasqudu waa dhicin alakhu walaalka oo lilabi aabaha usugnaaday wuu dhicin bacda caddihi tirintiisii ka gadaal calijadda awooga lagu tiriyey awoogii markii lagu xisaabiyo awoogii wax ka riixay ka gadaal ayuu dhicin meesha waa ka bixin wakadaa sidaasoo kale waxaa ah jaddun awow wa ukhtun shaqiiqa iyo gabar meydka ku aabi hooyaa wa ukhtun liabin iyo gabar meydka ku aaba markaasoo kale maxaa leedahay laba gabdhood un baa la jooga awowe marka waxa u qayr badan muqaasamada maxaa yeelay labada gabdhood hal wiilay u dhikan maan waa la qaybsana maalka intala kala baro bar jid ku qaadan barka soo haray ay labada gabdhood leeyihiin saasay ay marka awowala la xisaabta baa la leeyahy wuxuu ku yidhi almuqaasamatu la qaybsashada aa khayrun u khayr badan lijaddi falahu sahmaani laba sahmiyaa u sugnaaday afwan ahay waxaan leenahay wakadaa aan ku laabto wakadaa sidaasoo kale jaddun iyo wa akhun shaqiiqun iyo wa uqtun liabin waa masaladaasaan ka booday masaladaas ayaan ka booday wakadaa sidaas kale waxaa ahaaday dhe jaddun awowo iyo wa akhun shaqiiqun iyo wa uqtun liabin
ha tanna waxa way waa sidaas oo kale muqasamada oo qayb badan al muqasamatu inu la qaybsada khayrun u qayb badan li jaddi waxa yiri hal wiil iyo gabar la jiray maalka shan loo qaybin shan marka loo qaybiyo jidka laba la siin wiilkana laba la siin gabadhana hal aad leedahay leley saasa marka uu la xisaabtamay leley falahu waxa uu sugnaaday sahman ila basam labada samiyo min qabsatin shan kamida intaas markay tahay oo awow waxa ka baxo walaalaha waxaad u xisaabida sida awow markuu san joog loo xisaabinayo waxa leedahay akh shaqiiqo jooga hadda ukhta li abi waxba uma yaalin walad waxa weyn akh li abina iyo ukhta li abina waxba uma yaalin saddex samiyo soo harta marka wiilka shaqiiqa iska qaada gabadhana waa xijaabi wali shaqiiqo waxa u sugnaaday uu ku yiri a thalathatu saddexda albaaqiyatu soo hartay wa tasqudu way dhacayda alukhtu walaashi li abi usugnaatay bacd cadiha marka lagu tiriyey ka gadaal xaljad awowga marka la xisaabtamay iyadaa la tirisaday saasuu wiilku waxa weeyaan uu saddex sami hadda nasiib u hela mas'alatun uu yiri jaddu lawowe wa ukhtun shaqiiqatun awowe iyo ukhta shaqiiqa wa akhun walaal iyo wa ukhtun gabar walaala oo liabin aba u sugnaaday waxaa meeshan jooga jad iyo hal ukhto shaqiiqa ah iyo akh iyo ukhta liabin ah markaasoo kaleeto awowga waa iskugu mid thuluthkii inuu qaato thuluth kamila iyo muqaasama maxaa yeelay mar hadday la jooga hal wiil iyo labada gabdho labada gabdhood hal wiil u dhigan ma iyadoo laba wiil la joogaan la mid marka wuxuu ku yidhi yastawi waxaa u siman lilijadi awowga fiha masalada dhexdeeda athuluthu thuluth iyo wal muqaasamatu la qaybsasho falahu waxaa u sugnaaday athuluthu thuluth maalkii saddexa loo qaybin waxaa la siin meel maxaa soo haray thuluthaana soo haray walfaadilu inta soo hartay thuluthaan weeye markaasaad waxaad leedahaye awow isagoo joogin saad u xisaabinad walaalahan u xisaabi ukhta shaqiiqaha joogta waa asxaabu lfuruuday ka mid tahay mar hadday ukhta shaqiiqaha tahay waxaa leedahay waxay qaadan maalka barkiis maalka barkiis waa ka badan yahay waxa soo haro thuluthaanka barkiis hadday qaadato sudus ayaa soo haray barka inta iyada siido waxaa leedahay marka suduska soo haray casabada ugu dhow sii waa wiilkaas iyo gabadhaas casabada ugu dhow noqonaya wuxuu ku yidhi walfaadilu kan soo haray thuluthaan weeye akharu wahuwa akharu waa ka badanya min annisfi fa tucda shaqiiqatu waxaa la siina annisfu yafdul waxaa soo haraa sudusun sudusu jamiic ilmaan lil akhi ayuu usoo haraa iyo wal ukhti walaal oo min alabi aaba xaggiisa ka ahaadeen athalaatha saddexa loogu qaybin wiilkaas iyo gabadhaasa la leeyahay saddex u qaybsada wa tasixu waxayna ka ansixin masaladu min thamaaniyata cashara oo lixa marka hore lagu dhisin markii lix lagu dhiso lix markii lagu dhiso awowgu labu qaadan afaraa soo hartay gabadhuna saddexay qaadan halaa soo haray una qaybsamo wiilkiiyo gabadha ilaa saddex in loo qaybiyaa la rabaahe waxaa la leeyahay marka saddex madax ku dhifo wiilka oo labaa iyo gabadhoo midaa saddexdaas lix ku dhifo sideed iyo toban ay noqon sideed iyo tobankaasa masaladu ka ansixin oo laga qaybin tasxiixa masaa'ilka waa noo imaan doonaa sida loo tasxiixiye baabkooda nagu imaan marka lix iyo sideed iyo tobankaasaa laga qaybinoo waxaa la leeyahay saddexaa lagu dhiftay lixdii sideed iyo toban ay noqotay sideed iyo toban markay noqotay sideed iyo tobankaasaa laga qaybin jus-u sahmiga wax lagu qaybinaana waa saddex oo waxa weeyaan jadkii hadduu helay labo hadduu helay laba saddex ugu dhifo waxa weyaan lix u qaadan laba iyo tobanaa soo hartay uqtadu waxay qaadatay saddex 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 ugu dhifo sagaala ay qaadan saddexaa soo hartay saddexdaas marka wiilkiiyo gabadha lida kale mithlu xadin usayn ugu qaybi asna laba sii ayadana mid sii mas'alatun uu yidhi umun wa jaddun wa akhun shaqiiqun umun hooyo iyo wa jaddun awowe iyo wa akhun shaqiiqun walaal meydka ku aabiyo hooyaa iyo wa ukhtun liabin waxa weeyaan gabar meydka ku aaba lil ummi hooyada waxa u sugnaaday asudusu wahuwa sahmin waa sahmi oo min sitati lixgeed ka ahday ilaa walaalo taxduudaa jooga marka sudusay reeda yafdul waxaa soo haraa khamsatun walmuqaasamatu la qaybsashada ayaa fiiha masaladaas dhexdeeda khayrun qayr badan liljaddi falahu waxaa u sugnaadeen sahmaani laba sahmi walishaqiiqina waxaa u sugnaaday albaaqi inta soo hartay wahuwa thalaathatun waa saddex wa tasqudu way dhacayda alukhtu walaasha oo lilabi abaa u sugnaaday marka awowe lagu tiriyey ka gadaa wa kadalika sidaasoo kale waxaa ah ummun hooyo iyo wa jaddun awowe iyo wa ukhtun shaqiiqatun iyo wa akhun liabi markaasoo kaleeto
مثلاً مرك ورهات هو يدو سد سيرة ذا أيضا أصحاب فرد كجوكته اللي حلو قد لسين مرك أسهل هو يدا لسين شن صهرتي شن أيا صهرتي أو وين واحد لجوجا أخت شقيقة يأخن لأمي مقاسمة ذا أو قير بدن للأم هو يسهم ولا أصغ ناضي وللجد يسهم أي أصغ ناضي صدح الصهرتي وللأخت ثلاثة صدح أصغ ناضي ويسقط ورد أي الأخ للأبي حيلا صدح ذا صو عن نصيب كيري ونصف المال وار مركا نسك أي الهاجر توي مسألة أم وجد وأخت شقيقة وأخوان للأبي أم هويو هي وجد أووي هي وأخت شقيقة قبر ميت ككو أبي هويا هي وأخوان للأبي للأم السدوس يوصو ناضي وثلث الباقي انت صورتي ثلث كذا خير وخير بدل الجد أووغا فيفرض له ولو قدر ثلث الباقي فأصلها أسأل كذا مثلا من 18 لسه للأم هويا وحوصو ناضي ثلاثة وانت السدوس 18 وللجد وحوصونا بثلث الباقي وهو خمسة وعشان شان على السين وعصواري طبعا يفضل عشرة صواري للشقيقة شقيقة وحوصونا منها طبعا النصف مالك نمبركي سدي طبعا بكي وعصقال وهو تسعة وي فرضها فرد كيدي وي وعلى ذلك الشقيقة وحوصونا منها وحوين طبعا النصف مالك نمبركي وسدي طبعا تسعة وهو تسعة وعنا صقال سقال كاسو سقال وي فرضها وهو فرضها وفرد كذيله ساس سوق الدرب ويفضل وحوص هاري للأخوين لبادي ولا لها أها واللي أبن أبوس من هذا السهم هل سهمي سهمي قال سبينه ما رح يوضع هذا النصفين والله كلا برا فتصيح وحي كان صحيح من 36 صدق اللي حي كان صحيح قال كل واحد صحيح إذا وحوي هل سهم وما قيب سما الله بوي يلا ما قبض منه لبادي ملح وما قيب سما لبادي ملح أوحى وقول لفنسدي طبعاً سديت يطمن لما لقول افتوى صدون يلي مركز على قيبنا سديت طمن مركز صباح على قيبنا ربع صدون يلي على قيبي صدون يلي مركز الله قيبي مال كوردن أيه جزء سهمنا على قديك لبضة لبضة سقف البويح نسيب كسر لقول فر قبضة هذا سقالة هي شيء لبضة لقول في سديت طمن قاعدة مركز سديت طمن قاعدة سديت طمن كلا صهاري وحاله ليه جت كشان وقاعدة لبضة لقول طمن وقاعدة طمن مركو قاعدة وح صهاري سديت سيدين ايا صهري وحال ليه ان امك امضى وحي قادتي اول وحي ليه صدح صدح لبا اقول فلح اي ان نقول لحي قادة لبا صهرتي لبا دي البدوية لك لقادة مالك هالك عاسي كأنسيح تسحيح اي المسائل كيسوان ما ادونا ان شاء الله وحيري والنس والنسك الذي النسك تأخذه اي قادان ايضا الشقيقة قبر لميتك كو ابيه يضع في هذه صورة صورة أن تأخذه وقعدانه فرضا حاله لأنها قبل اللون فردة تدي يقولون نقول هذا لم تأخذ مقعدة أكثر وحكبضا من النصف وحين إذن حال الداس كان ثلث المال مالك ثلث كيس أو ثلث الباقي أما ثلث الباقي خيرا وخير بدل للجد أو هو وفضل وحا صهر النصف المال مالك النصف كيس أو أكثر وما وحكبضا فالنصف النسك الذي النسك تأخذه إقاضنا إذا الشقيقة قبل ميتك كو أبيه يضع تأخذه وحي إقاضنا فردا عصرنا ما إقاضنا على صواب سيد صحيحة كمان قالوا سيد صور نقلي الرافعي إمام الرافعي والنووي عن تصويب ابن اللبان ابن اللبان إنه مقال هذا الصواب كدقيت عن تصويب ابن اللبان وأقراه رافعي نووي نووي قران وحي هذا فرد وحي إقاضنا إذا قبل النسك مانت ونقله وحصون نقليه وكل جماعة كوح عن زيد بن ثابت كسر نقليه رضي الله عنه وهذا حكم كان أفرض إن أقاضين إذا واردوا وكسرون على قول الجماهير جماهير تقول كذا يرهدين إنه شان الله يفرض فرض لمصي للأخت وراء مع الجد وقول تركيس إلا في الأكترية معنا بس لا لأن أكترية معنا هكا أرين تاسوي كسر الله إلا بس لأن أكترية هنا اللي سي فرض الله إياه وقول قول كيس أويل ورف الطور بني الأم عروت تميت كوه يضع مع الأجداد أي أسقط ريد وأولاد الأم عروت تميت كوه يضع بالجد وهو كوش ريد قروب أو هو سهر دوادو أو بعد هف وجادو فلما دخل جريتان اللهم أمسوا غنانين معه جد كلا تركيس في الإرث الحلقة وهذا كان نتقدم وقف صهر مرة في الحجب في قوله قول كيس أويل ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمت على تحية على احتياطي بيت كاس صهر مرة باب الأكدرية أكدرية دي باب كذي هذا كان محله هو محل كل لغة هدلاي هل كان معك قلنا مسألة ما قاعد لنا أكدرية مسألة دي على الودي مذهب زيد بن ثابت مسألة دي على الودي
halkaasaan ka galayna wal uqtu la farda ma'a al jaddi laha fi ma ada mas'alatan kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamamuha fa'lan fa khayru ummatin allamuha tu'rafu ya sahibi al akdariya wa hiya bi an ta'rifaha hariya fayufradu nisfu laha wa sudsu lah hatta ta'ula bil furud al mujmala thumma yaqudani ila al muqasama kama madafahfathu wa shkur nadima mas'alada li akdariya usurayna akdariya وغير والأخت والال لا فرض فرض أما سمعان مع الجد أول جركي صلى الله ولاشا فيما عدا وحي كسوهري مسألة المسألة هل مسألة وحي كسوهري قبر أختا وجد لتشوكت لمصي فرض اي وحو ان عصبي وحكو قادتا مسألة دا سو كمالها او نمي سري زوج زوج يو أم هوي وهما هكادو عيلين أختا دا يجدك عيلين وهما اقتدى يجدكنا تمامها لما يستيل كده المسألة دي ومسألة اي كل مين اقتى جد زوج يا ام فعلا اقو فخير امت امت كان وقير بدون علامها علم دينه دي امت كستو بيلتو اقتى علم بدانها قفك الدين تا اسلام كأغان تا بدان اوليه الالية حدود اللانا الالية كاسا او خير بدان حكولية مسألة اكدرية اللي رهدات ربطو اركان تيدا اند اوقاتو وافر تاسقف واقتى جد زوج أم سلاس أنت سوي تعرف واحد لو يقان يا صاحي صاحبه بالأكدرية أكدرية لو يقان وهي مسألة سنة حرية ومت حقيقة كوه بأن تعرف أين تقطع أدي وها بنت إن كي جاي النقطة والنصيب ضرب مركا سلاس تحي مركا مسألة داس مركا حتى في أنت عن اللي بدأ بيدو كريج قريب مسألة داس بالقص هدي سيدو هر الله يستجو حن قرأت واحد أصحاب الفرد شو زوج يا أم أي شو زوج فرع وارثة دوسن جوجين محولها نس ولا قرط أم نحطها ولا لا تحدد الجوجين محلها ثلث سلدي نس مسألة ده مركي لا بيسو حين نكون لح على وجود لسين لح مركي لوجود لسوا إلا لح ده وح على وجود لسين زوج كمخرج ونسكو كصب حوا اثنين هو يذا ثلث إلى ذا مخرج يدوه ثلاثة اثنين هي ثلاثة تباين كرح حيا الله ما سطح كل فوق الله ما يرضى من سطح ولح لح ساس وجود لسين زوج كان نسكي ساسي واسطح هو لنا ثلث كده سي ستة محا ثلث وآه لابو سي محا صهري سودو سبس هوراد أسو أغاتي قاعدة دي هدي سودو صهر أما وحكايا أووغا لسيا ولا لهنا واد عن ساسي قاعدة دي مستلا دي أمرك وعلى القلافة قاعدة داس وحالا ليه هاي قبادا أختبع أصحاب الفرض أسأل هاجب جد كارا يمين جد كي مع الصباين وعصبان ما دي واويد سببتو أساقي فرض اللو قدر سودو سالسي hadii ay wax weeyaan wax casabeeyo weeyday faradnimadii wax ka ridaal arkay ma ka xijaabay lama hayo wax ka xijaabay maadaama aan lahayn nis ilaayle ka soo qaab saas u kulay meeshii ka dhici lahayd waa kana marka wuxuu ku yidhi fayu faradu waxa loo qadarin am nis nis laha gaban waa sudus sudus loo qadarin leh jidka waxa la leeyahay asxaab farad weeye nis ilaayle ee markii lix ah waa dhamaystay waxa la leeyahay joojiye فرض فرضيالك بيش كتير وايد مسا وجدك أو صدح له جدك ما ده ما حنا بع عفوا زوجك أو صدح له أم هو يدي أو لباله الثلث له شن جدك أو سدس له ليه قبرنا نص الله ثلاث صدح له سقال فرضيالك بيش يلا بس سقال بس مالك بيش يلا سقال قيم سقال قيم ساس على ليه ويقول فيو فرض واحد لو قدرن أم نص ونص لها قبرنا وسدس سدسنا لو جدك لو قدرن حتى تقول إلى أي أولنته مسألة دي تقول فاعل كده والمسألة حتى تقول المسألة مسألة إلى أي لا أولنته بالفرض يالف بالفروض فرض يالك المجملة أي المجتمعة أي أرطي حتى تقول المسألة إلى مسألة أي لا أولنته بالفروض فرض يالك المجملة أي المجتمعة كلنطي مركا وحال سغال أي الله أولن للجارسين markii sagaal la gaarsiyo sawjku saddexdiisa qaato umaduna labadeeda qaadato jidka hal uu leeyahay saddexna gaba dhaale afartaas sidooda uu kala tagi maayo haddana bal cajiibkeeda masaladan fiir waxa la leeyahay dib markii labadaas wax wada qaataan waxa la leeyahay jidka iyo akhwada isku soo celiya afartaada afarti markii isku daraana la leeyahay lidda keen midlu hadil unthiin u qaybsado asabnimo kulaafta wuxuu ku yiri thumma yaudani jidka iyo uqtadi waxay u laabanayaan ilaal muqasamada isla qaybsasho كما مضى سيدي تكتي فحفظه حفظ حقن كاس واشكر كل شكري نادمه شيقه كوتي حي
oo gabaygaas kuugu fududeeyay thumma yaudani jadki iyo ukhtadi waxay ku laabanayaan ilal muqasamati isla qaybsasho kama madaa sidii tagtay ee faxfadu xifdi washkur kuna shukri naadima hawshiiqa kuu taxay nadmiga mas'alada agderiya la yidhaahda baqasho mas'alada marka aadan wax yar soo qulaasayno waxa weyn agderiyada horta afar qof waa inay meesha joogaan waa ukhta iyo jad iyo zowj iyo waa inay joogaan hadda intaas wax ka bedelan yihin agderiya maaha mas'alada kow markaas qaabkay ku imaanayda markay hadday afartaas joogaan mas'alada asxaabu furuud waxaa jooga zowjkoo nisle iyo ummadoo thuluth leh ila walaalo tacdudayna ma joogaan farc waarithana ma joogo marka ummadu thuluthay leeda marka sitaa lagu dhisay qaabka loogu dhisayna waxa weeyaan ummada thuluthay leeda thuluthna thalaathu ka soo baxaa zowjkuna nisuleya nisle makhrajkiisu waa ithnayn ithnayn iyo thalaatha maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya laba saddex lagu dhifay lixay noqon zowjku niskiisii uu qaadan waa saddex ummaduna thuluthkeedii qaadan waa labo halaa soo hare qaacidadii aan horay usoo marnay oo jadka ikhwada markaan ku dhex jirna waxay ahayd haddii sudu soo haro oo asxaabulfuruudka ka soo haro ama wax sudus ka yaru soo haraan ama waxba soo harin saddexdaas xaalo waxa weeyaan jadka sudusa loo qadaraa ikhwaduna waa dhacan mas'aladan markaa sidaas lama yeeli oo waxaa la yidhi gabadhan ukhtada ah oo shaqiiqada ah gabadhan ukhtada ah gabadhan ukhtada ah ama shaqiiqa ha ahaata ama yay ahaane shaqiiqa kale shardi ma ahaane gabadhan ukhtada ah waxa weeyaan wax casabaya weydooyoos jadkii haddii asagaa ahlulfard laga dhigay oo sudus loo qadaray wax xijaabana lama haroo gabadhan ahlulfarda ahayd oo wax ka xijaaba ina lama hayo khalaas faradkeedii oo ah nis inay leedahay loo qadaray nis ay leedahay laleeyay marka marka iyadoo nisle iyo sawkiyo nisle iyo hooyo thuluthle iyo jadkoo sudusle faradyaalkaasaa la isku daray nis waxaa leh zowjkii waa saddex ukhtaduna nis ay leeda waa saddex hooyo thuluth ay leeda waa labo waa toddobo waxa weeyaan waa saddex oo zowjku leeyahay iyo saddex gabadhu leedahay saddex oo ay gabadhu leedahay marka la isku daro waa lix hooyada oo laba leh ku dar waa toddobo waa toddobo jadkiina jadkiina muxuu leeyahay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay sudus oo hal ah ku dar waa sideed bis mas'aladu marka saasaa u cawlanto mas'aladu sideedaasa u cawlanto saasaa la leeyahay saasaa la leeyahay marka sideedaas markay u cawlanto oo uu qaato saddexdiisa zowjku oo ay ummadu qaadato labadeeda oo thuluth ah oo hal uu qaatay oo sudus oo jadku qaatay iyo saddex ay ukhtadu qaatay afartaas ay soo haraan afartaas ay soo haraan afartaas la dhihi maayo adna halkaaga qaado ayduguna saddexdaa qaado ee mar kale waxa la leeyahay haddana casabo u laabta casabo u laabta halkaan ka qalday mas'alada ahay waxa weeyaan furuudda meesha ku jirta waxa weeye zowjka nis uu leeyahay waana saddex ukhtaduna waxay leedahay nis waana saddex lix soo maahan hooyo waxay leedahay thuluth waana labo ku dar labo lix marka toddoba maahan leeda sideed jadkuna wuxuu leeyahay sudus waa hal ku dar sagaal masalada sagaal ayuu cawlmayda marka masaladaas waa inaad ku baraarugtay sideed maahane sagaal ayuu cawlmayda markaasaa la leeyahay haddana mar kale muqaasamo iskugu soo laabta muqaasamo iskugu laabta markaas lidakari mithlu xadil unthayeyni ay u qaybsanayaan ayay u qaybsanayaan marka waa masale cajiib badan oo runtii tusayda waxa weyn mas'aladan madhabka zayd ibnu thaabit in looga xoog badan yahay xoog badan madhabka abubakar usidiiq waana sharixi doonaa markaan baabkan dhammayno ee wejkeeda raajix ah marka halkaasa iska jooga maanta wallahu subxanah wa tacala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد